خلينا بقى نبدأ مع حضرتك ونتكلم عن المباراة اليوم اللي أعتقد ما فيش حد بقى في جمهورية مصر العربية صحيح. عنده غير هذا الشعار يفوز يا بلاش ما فيش بديل تاني. فوجهة نظر حضرتك برضو إحنا إزاي مصعبين الموضوع قوي كده؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا اللي صعبنا الموقف على نفسنا، يعني احنا اللي وصلنا لهذه المرحله مش بالاداء، بنتيجه المنتخب قدام في مباراه الجابون اللي في الجوله الثانيه، التعادل اللي ما كانش ليه اي معنى خالص طبعا، وكان حتى كان ممكن يبقى هزيمه لولا الهدف في الوقت المتاخر لمصطفى محمد، هو اللي وصلنا للمرحله دي وخلى المنافس اللي هو قدر يستغل طبعا تعثرك اللي هو منتخب ليبيا وفاز في الماتشين وجمع 6 نقاط، خلاك انت خلى الجوله الثالثه والجوله الرابعه بقت اشبه بالمصير، يعني بي اور نوت بي طبعا. بالنسبه للمنتخب مصر ومنتخب ليبيا في نفس الوقت. فالمنتخب في الجوله الاولى في الجوله الثالثه عفوا المباراه الاولى اقصد يعني يوم الجمعه حقق المهم، ولكن يتبقى الاهم. أيوة. الاهم اللي هو مباراه النهارده، مباراه النهارده بقى عنده فيها الضغوط اقل شويه بحيث ان هو يا يفوز او يتعادل، يعني يرفع شعار لا للهزيمه، لكن في وجهه نظري عشان تريح نفسك من الضغوط ان انت لازم تكسب، لان الفوز بيعني المنتخب مصر النهارده ان انت بتطرد المنافس خالص، لان انت بتبقى 10 نقاط وهو 6، بيديلك اريحيه ان انت لا قدر الله لو تعثرت حتى لو بهزيمه في اي ماتش من الاثنين ما فيش اي مشاكل خالص تتاهل، انت بالعكس هتحتاج نقطه واحده من الماتشين. بس في المقابل اللي حضرتك بتقوله ده هيخلي بطبيعه الحال الفريق الليبي النهارده او المنتخب الليبي النهارده يقدم اقصى ما عنده طبعا. خصوصا صحيح. كمان المدرب يمكن الماتش اللي فات ما نزلش كل كروت الرابحه بتاعته غير يمكن في الجزء الاخير من المباراه زي حمدي اللاهوني، عشان كل مباراه لها ظروفها، يعني اذا كان منتخب مصر رافع شعار لا للهزيمه فهو رافع شعار الفوز وحده، يعني مفيش اي حاجه ثانيه، يعني الفوز ولا شيء وليس اي شيء اخر. من الدقيقه الاولى ده معروف ان هو هيهاجم يعني بالظبط، ودي طبعا سلاح ذو حدين، لان اذا كانت الضغوط على منتخب مصر في مباراه برج العرب فالنهارده كل الضغوط على منتخب ليبيا بالزبط. اللي اكيد منتخب مصر بيتفوق عليه بعنصر الخبره والتاريخ وما الى ذلك، لكن المنتخب الليبي بكل امانه بيتفوق بعنصر وحيد النهارده مهم جدا ولا يمكن يغفله، هو الحماس الشديد. حماس بيلعبوا بقى على انهم على ارضهم، طبيعه الدربيات العربيه ده بيبقى فيها الحساسيه عاليه جدا تحديدا شمال افريقيا، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ودلوقتي بقى معاهم الدول اللي فيها عندها نزعه قبليه الى حد ما بتلاقي في تعصب موجود، يعني طالما في اطار الكوره مسموح بيه ما فيش اي مشاكل. فالنهارده المباراه طبعا لا تقبل قسمة على اثنين، انا في وجهه نظري لو انا المدير الفني لمنتخب مصر لازم اخرج من هذه المباراه ب3 نقاط لاقطع الشك باليقين واصحح كل الاخطاء.